فكري أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الأنيس، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الجواب الشافي. إذن دعوني في البداية أرحب وأستضيف بفضيلة الشيخ بن حنفية العابدين، أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن برنامج الجواب والشافي، وفي كل حلقة من حلقاته يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية التي ترسلون القناة عبر الفيسبوك. إذن فضيلة الشيخ، ونحن نعيش على وقع التطور التكنولوجي وزمن الإنترنت، هناك سؤال يقول: ما الحكم الشرعي في التسويق الإلكتروني؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هذا التسويق الشبكي أو الإلكتروني له صور عديدة. نعم. فهو سؤال مجمل، وصوره التي عرفتها يعني لا تخلو صورة منها من شبهة. لا تخلو صورة منها من شبهة. فأحيانا يكون العوض أحد العوضين مجهولا، وإذا كان أحد العوضين مجهولا فإن هذا العقد لا يصح. في بعض الأحيان قد يكون في هذا العمل مضار، إذا كان مثلا تعاقدا مع شركات أجنبية فقد تكون فيه مضارة لشركات وطنية مثلا، ولا سيما إذا تم ذلك دون إذن الحاكم، مما يلحق الضرر، والضرر في الشريعة منهي عنه، لا ضرر ولا ضرار. المهم أنني الصور التي عرفتها لا تخلو من شبهة، ومن شأن المؤمن أنه ينبغي أن يتقي الشبهات حتى يستبرئ لدينه وعرضه. وهذا الحديث بعض المحدثين يصدر به كتاب البيوع. الصواب أن الإنسان يبتعد عن هذه المعاملات ويكتفي بغيرها مما يسترزق به. نعم. إذن شكرا فضيلة الشيخ. السؤال الثاني في هذا العدد يقول: هل يجوز للرجل أن يداعب زوجته وهي حائض؟ الحمد لله الذي حرمه الله تبارك وتعالى، إنما هو قربان الزوج زوجته إبان وقت الحائض، قول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فهذا هو المحرم وهو الجماع نفسه. أما ما دونه من المداعبة ونحوها فهذا غير محرم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أما المحرم فهو الجماع، فلا يحل حتى ينقضي الحيض وتطهر المرأة ثم تتطهر. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. وإذا تطهرت واغتسلت انتهى آمد المنع والتحريم. نعم. الله أعلم. نعم، جميل، شكرا فضيلة الشيخ. سؤال يقول: ما هو أفضل وقت لصلاة الوتر؟ الحمد لله، صلاة الوتر، صلاة الليل. نعم. التي تختم بالوتر سواء كان ركعة أو ثلاث ركعات متصلات أو أكثر من ذلك كما جاء في السنة المطهرة. نعم. زمان صلاة الوتر هو ابتداء من بعد صلاة العشاء الصحيحة، العشاء غير المقدمة عن وقتها كما في حالة الجمع. نعم. فإذا صليت العشاء أو دخل وقتها فهذه هي بداية صلاة الوتر إلى أن يطلع الفجر. ففي أي الأجزاء الليل صلى المسلم وتره فذلك مجزئ. أفضل أوقاته تختلف باختلاف الناس، فمن كانت عادته أن لا يستيقظ حتى يطلع الفجر فالخير له والحزم بالنسبة له أن يقدم وتره في أول الليل، ومن كانت عادته أن يستيقظ فخير الأوقات له هو وقت السحر، لأنه وقت النزول الإلهي، وهو الوقت الذي قال الله تبارك وتعالى فيه مادحا بعض عباده: والمستغفرين بالأسحار، وقال: وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا هو الوقت المفضل بالنسبة لمن يستيقظ، وهو آخر الليل. والله أعلم.
شكرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. سائلة تقول: أردت منكم أن تنصحوني فضيلة الشيخ، فإني وأنا في السن 17 نذرت إن تحقق لي ما أحب أصوم كل اثنين وخميس، وأمتنع عن سماع الغناء ومشاهدة الأفلام، وأنا الآن غير ملتزمة بهذا النذر على وجه التمام. الحمد لله. أقول لأختنا هذه بارك الله فيها، نعم المحرمات ينبغي أن يجتنبها المسلم، نعم ومنها الغناء، ومنها التفرج على الأفلام التي يعني فيها ما حرمه الله تبارك وتعالى، نعم بل على المسلم أن يقتصد في هذا وأن يقتصر على الجائز منها، كأن ينصت إلى دروس العلم ونحو ذلك. نعم ونذرها هذا ينبغي أن تفي به، نعم وهو أن تصوم يوم الاثنين والخميس، نعم فإن عجزت فلها أن تكفر عن نذرها كفارة يمين بخصالها المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. تعالى نعم وأنبه إلى شيء آخر لم تسأل عنه أختنا، وهو نعم أن المسلم لا ينبغي له أن ينذر نذرا معلقا، نعم قال إن حصل لي كذا فلله علي أن أفعل كذا، نعم فهذا جاء النهي عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الصحيح نعم نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. نعم فلا ينبغي للإنسان أن ينذر نذرا معلقا، نعم ولا ينبغي له أن ينذر نذرا بحيث يشق عليه فيعجز عنه أو يتضايق به، ولكن إن نذر فعليه أن يوفي بنذره، لقول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فليعصي. فأختنا هذه ينبغي أن تقلع عن سماع الغناء وما ذكرته من المحرمات، وأن تصوم الاثنين والخميس، فإن عجزت كفرت كفارة يمين. نعم شكرا فضيلة الشيخ. امرأة أفطرت في رمضان بسبب الحمل ولم تقضي، فماذا تفعل؟ هذه الحمد لله هذه المرأة كان عليها أن تقضي صومها قبل أن يأتي وقت رمضان المقبل، نعم لأن هذا وقت موسع لقضاء الصوم. نعم فإذا جاء رمضان المقبل ولم تقضي فقد فرطت وخرج الوقت الموسع، نعم وبعض أهل العلم يرى بأن عليها أن تقضي، ومع ذلك عليها أن تطعم عن كل يوم أخرته عن وقته نعم مسكينا، عن كل يوم أخرته مسكينا كما نعم قلنا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، ووضع عن الحبلى والمرضع الصوم. فهي مثل المسافر، المسافر يقضي، وإن كان لأهل العلم كلام كثير في هذه المسألة، لكن الذي أراه هو أن عليها أن تقضي وأن تطعم بسبب التأخير، نعم والله أعلم. نعم شكرا فضيلة الشيخ. سؤال يطرح في المدة الأخيرة كثيرا، يعني ما حكم التعامل مع وكالات عدل للسكنات موجودة هنا في الجزائر؟ الحمد لله هذه المسألة صدر لعله قد صدر فيها من بعض الهيئات في بلادنا فتوى، فإذا تقلد هؤلاء الإخوان الذين صدرت عنهم هذه الفتوى فهذا شأنهم. الذي رأيته في هذه المعاملة حاولت أن أكيفها على أنها بيع بالتقسيط فلا ينطبق على بيع التقسيط، ولا أنها بيع سلم، وكذلك يعني أنواع البيوع الأخرى لم أجدها منطبقة عليها إلا أنها استصناع، نعم ففيها ما يشبه الاستصناع الذي قال به بعض أهل العلم، ولم يستقر لي فيها رأي إلى الآن، نعم فالمعاملة فيها غير منضبطة. وهنا أكرر ما قلته مرارا بأن الهيئات في بلادنا وهي تتعامل في بلد المسلم ولله الحمد والمنة عليها حين إعداد عقودها أن تستشير أهل العلم كالمجلس الإسلامي الأعلى والمجالس العلمية في الولايات وهكذا، حتى نرتاح من هذا الاضطراب ومن كثرة السؤال. شكرا فضيلة الشيخ. هناك سؤال عن الصوم: متى تكون نية الصوم، قبل الفجر أو حتى قبل الظهر؟ يعني من يقومون من النوم يعني في وقت متأخر. الحمد لله أما الصوم الفرض نعم فلا بد أن ينوي
مريد الصوم لا بد أن ينوي في جزء من الليل أو مع طلوع الفجر. أما إذا طلع الفجر ولم ينوي فإن صومه غير معتبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. أما صوم النافلة فقد جاء فيه ما يستند عليه لصحته مع نية بالنهار، فإذا طلع الفجر ورغب في الصوم فله أن يصوم، ويكفيه ذلك إن شاء الله لورود ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤال آخر يقول: جرت عادة بعض الناس إذا انتهى المتكلم من كلمته أو سمعوا شيئا جميلا منه صفقوا لذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أسأل بدوري: لماذا يصفقون؟ إن كانت كلمته قد أعجبتهم فإن التصفيق لا ينفعه شيئا، إن أرادوا أن ينفعوه يدعون له، كأن يقولوا له: بارك الله فيك، يعني أعجبنا كلامك، جزاك الله خيرا. أما لم يصفقوا فهذا لا فائدة فيه، فإن التصفيق مذموم. وقد قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله في الحديث الذي في الصحيح: التصفيق للرجال والتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وهذا في شأن الصلاة، قال بأن النساء لا يصفقن في الصلاة، لأنه يرى بأن هذا الحديث خرج مخرج الذم، فلا ينبغي التصفيق. التصفيق في هذه الحال، وهو التصفيق للمتكلم أو التصفيق لشيء، لشخص أعجب الناس كلامه، فهذا يعني هذا مذموم. لكن التصفيق قد يكون محرما، كما إذا فعله الإنسان على أنه عبادة، وقد ذكره الله تعالى في قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو الصفير، والتصدية هو التصفير. فينبغي أن يعوض الناس هذا الفعل بشيء آخر ينفع الإنسان ولا يركبهم ذم بسبب فعله. نعم، شكرا فضيلة الشيخ. إذا أسئلة أخرى أيضا موجودة في البرنامج، لكن سنحاول رفقة الشيخ الإجابة عنها بعد استراحة قصيرة. مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا، عدنا إليكم مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة ثانية، والجزء الثاني عفوا من برنامج الجواب الشافي، رفقة فضيلة الشيخ بن حنفية العابدين، ودائما محاولة الإجابة عن أسئلة المشاهدين. سؤال يقول هنا فضيلة الشيخ: رجل عزم بقلبه على ذبحه شاة إن شفاه الله من غير تلفظ، فهل يلزمه الوفاء؟ الحمد لله، هذا النذر، سبق الحديث عن سؤال قريب من هذا قبله. هو النذر هو أن يرى الإنسان، أن يلتزم الإنسان أن يفعل طاعة لله تبارك وتعالى. فإذا التزم أن يفعل طاعة لله تبارك وتعالى فإن عليه أن يوفي بما التزمه كما قلنا من قبله. وهذا، ولكن هذا الالتزام ينبغي أن يكون بالتلفظ، ولا يلزم النذر إذا كان مجرد خاطر أو مجرد حديث نفس عند جمهور أهل العلم. منهم من يرى أنه إن عزم على النذر ولم يتلفظ به لزمه ذلك، وهذا قاله بعض المالكية، ولهذا قالوا أيضا بأن الطلاق يقع بالعزم عليه ولو لم يتلفظ، والظاهر خلافه، فإن الله تعالى تجاوز لنبينا صلى الله عليه وسلم لأمته ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. ولهذا هذا الذي قصد أن يذبح شاة لا يلزمه هذا النذر، فإن فعل ذلك فهذا مستحب ومندوب. والله أعلم. شكرا فضيلة الشيخ. سائل يقول: أنا موظف أتقاضى 4 ملايين ولي 4 أولاد ومدين ب15 مليون سنتيم، فهل يحق لي أخذ الزكاة؟ الحمد لله، من مصارف الزكاة الغارمون، وهم الذين ركبهم دين. لكن أهل العلم يقولون بأنه ينبغي أن يكون هذا الدين في طاعة، ولا ينبغي أن يكون في معصية أو في أمر شر. فإذا كان هذا الدين قد ركب الشخص بسبب أمر مباح
فإنه يعتبر من الغارمين فيعطى ما يسد به دينه. وهذا الأخ إذا كان دينه مؤجلا بحيث يمكنه أن يجمع هذا المبلغ ويدفعه لأن دينه ما زال أمامه أجل سنتين أو نحوها، فإن عليه أن يكتفي بذلك. وإذا كان هذا الدين حالا والظاهر أن المال الذي يدخله في الشهر راتبا لا يكفي، فإن له إذا أعطي أن يأخذ ويسدد دينه. ومن يستعفف يعفه الله. ولا ينبغي للمسلم أن يفتح باب المسألة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد شدد فيها تشديدا عظيما. والله أعلم. نعم، شكرا فضيلة الشيخ. سؤال يقول: ما حكم الحلقة التي تعقد بعد الدفن للدعاء للميت؟ الحمد لله، الميت يصلى عليه والصلاة عليه هي دعاء له. نعم. حتى إن ركنها الدعاء، فإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فالدعاء يكون للميت في الصلاة. وإذا دفن الميت فإن الناس ينبغي لهم أن يستغفروا له وأن يسألوا له التثبيت، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دفن بعض أصحابه قال لهم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وإذا حدث بعض الحاضرين من أهل المعرفة والعلم الناس وقت الدفن في شأن الآخرة ووعظهم وذكرهم أحيانا فلا بأس به. فقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، في حديث علي الذي في البخاري رحمه الله تعالى، وفي حديث البراء بن عازب الذي في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيرهما. أما هذه الحلقة التي تعقد بعد الدفن فهذه ليست من السنة، لا سيما وأن بعض الناس يتنادون فيقولون: تعالوا لتعزوا، فإن التعزية لا تكون جملة. ينبغي أن يكف الناس عنها وأن يكتفوا بما شرعه الله من الأمور التي يدعى فيها للميت، وهو وقت الصلاة، أو بأن يقال بعد الدفن: اللهم اغفر له وثبته. ولأن العقل أيضا بعض الشرع يقتضي هذا، وهو الناس ينتظرون وهم واقفون فلا يحدثهم أحد، وكل منهم يتكلم في شؤون الدنيا، فلا يشغلون بخير حتى إذا انتهوا من الغرض الذي جاءوا من أجله تحلقوا وبقوا وقتا آخر زائدا. فهذا العمل ما أنزل الله به من سلطان، ولا ينبغي أن يحتج له بأن هذه دعوة إلى الله فلا وقت لها محددا. هذا احتجاج بما لا ينبغي أن يحتج به. وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. مجموعة من النساء يجتمعن للدراسة عند معلمة، وقبل البدء يأتين بأذكار المساء جماعة ويجتمعن لتحصين المكان بختمة قرآن، فما حكم ذلك؟ خواتنا هؤلاء ينبغي أن لا يذكرن أذكار المساء وأن يأتين بها جماعة وجهرا. الدعاء له ضوابط وقيود. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والأصل في الدعاء الانفراد والسرية. وهناك أوقات يجهر فيها بالدعاء كالتلبية ولا التكبير في أيام العيد. فعليهن أن يأتين بأذكار المساء فرادا منفردات، وأن لا يجتمعن عليها. هذه مخالفة، وقد تدخل في الاعتداء في الدعاء الذي قال الله تعالى فيه: إنه لا يحب المعتدين. يعني الجهر بالدعاء في غير موضعه يدخل في هذا الباب. وكذلك كونهن يقرأن ختمة لتحصين المكان فهذا لا ينبغي. يقرأن القرآن، خير ما يفعله الإنسان بعد الفرائض أن يقرأ القرآن. ولكن لا ينبغي أن يفعلنا هذا ويقولنا بأننا نختم مثلا القرآن لنحصن المكان. نعم، القرآن حصن، لكن لا ينبغي أن يقرأنا على هذا النحو الذي ذكر في السؤال. الله أعلم. شكرا فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا. امرأة أرضعت بنتا، فهل يجوز لأخي، يعني زوجة المرأة المرضعة، أن يتزوج هذه البنت؟ الحمد لله، هذه بنت أخيه من الرضاع. فلا يجوز له أن يتزوجها إذا كانت هذه البنت قد دخل الرجل بأمها وهي ترضع. لأنها حينئذ تكون بنته، لأن هذا يدخل فيما يذكره أهل العلم من لبان الفحل. فإذا كانت كذلك فإنها بنت أخيه من الرضاع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب والله أعلم. نعم، شكرا فضيلة الشيخ. تقريبا إلى سؤال أخير على ما أعتقد في هذه أو في هذا العدد. اشترت مرأة قطعة ذهب منذ زمن طويل ب5000 دينار ولم تدفع ثمنها للسائق، وأعطته خاتما ولم تأخذ ثمنها، وعندما عادت إليها وإليه من الغد عفوا لم تجده، حيث كان غائبا، يقال أنه دخل السجن، وبعد مدة طويلة وجدته يبيع الأقمشة، فماذا تفعل؟ الحمد لله، كأن هذه المرأة الذي فهمته من السؤال كأنها اشترت منه قطعة ذهبية ولم تدفع له الثمن الذي هو 5000 دينار، وأعطته خاتم ذهب ولم يعطيها ثمنه، ثم عندما رجعت إليه لم تجده ومضت مدة. الجواب الحمد لله، إن عرفت قيمة القطعة الذهبية وقيمة الدينار فعليهما أن يترادا، الذي أخذ الأكثر الذي كان في جهته الأكثر يرد له الفارق، يرد له الفارق سواء بالقيمة يومئذ أو بالقيمة الآن. إذا عرفت القيمة يومئذ فيترادان حسب القيمة يومئذ، وإذا عرف وإلا ترادا بالقيمة اليوم. قال هذه القطعة اليوم تسوى 2 ملايين مثلا، والخاتم راه يسوى مليون، ترد له هي مليون، فيترادان بحسب قيمة كل من المصوغين. وإذا كان كل من المصوغ، هذا المصوغ يساوي هذا المصوغ في القيمة، خلاص خلاص. وإذا تصالح، إذا لم يعرف القيمة وتصالح على شيء ورضي به جاز ذلك وبرئت الذمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو لأن الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. يعني ترد له يعني القطعة بثمن اليوم، ترد له تقوم هذه القطعة اليوم مثلا، قالت لك القطعة كانت في ذلك الوقت كذا غرام، والخاتم كان كذا غرام، فما قيمتها اليوم؟ فإذا عرفت قيمتها اليوم، قيمة الخاتم وقيمة القطعة، ويترادان بحسب قيمة كل منهما. يعني نفس الأمر بالنسبة للخاتم أيضا. نعم، نفس الأمر بالنسبة للخاتم. نعم، إذا شكرا فضيلة الشيخ. نكون مشاهدينا الكرام هنا أو إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من برنامج الجواب والشافي. شكرا لفضيلة الشيخ من حنفي العابدين، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. إذا مشاهدينا الكرام، يمكنكم دائما التواصل معنا عبر صفحة القناة في الفيسبوك الأنيس تيفي. إذا نلتقي في أعداد القادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.